السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الامتحان رقم 22 من بكرة أصباير 2024. نيوز بيبر يجولي الجرايد عادة إيه details تفاصيل of some news لبعض الأخبار to spice up عشان تحط توابل كده زي ستوري على القصة عشان تخليها كويسة يعني. يبقى إيه؟ يبقى تفخم الأخبار دايما بتفخم التفاصيل. يفخم يعني exaggerate. اكستراكت يستخرج بتايتل عنوان ونجلت يهمل نجلت يهمل. set your self targets اعمل لنفسك اهداف that you reasonably you can reasonably not achieve يعني يمكن تحققها. والله انت عندك suggest انت عندك achieve ده مصدر look forward to بيجي بعدها ing wish you بيجي بعدها ماضي بسيط wish وفعل وماضي بسيط suggest بيجي بعدها ing hope to بيجي بعدها مصدر within the next 100 years خلال السنوات مئات السنوات القادمة scientists العلماء not a way to use water for food هيكونوا وجدهم مية يستخدموا المية كوقود يعني. الفعل find ما بيجيش في الاستمرار وبكده طيرت اتنين. العلماء هيجروا معلوم ولا مجهول؟ معلوم يبقى المجهول يطلع بره واللي فوند تطلع بره. you had better say nothing about what happened at school yesterday. yesterday كده بقينا احنا في شغلنا في الماضي. طيب. انت ليه قلت دي هاد ما قلتش ود؟ قلت دي هاد لان هي هاد بيتر انما ود بتاخد ود رازر يبقى هاد بيتر والمصدر وود رازر والمصدر. خلي بالك ان دي هاد بيتر. طيب المفروض ان الفعل المساعد هنا هاد بقى مش ود. خلاص احنا عرفنا ان الفعل المساعد هنا هاد يبقى ود تطلع بره لان ايه لو كانت ود كانت بقت ود رازر ماشي. طيب الفعل المساعد هاد يبقى برضه didn't تطلع بره. طيب هاد بقى يو ولا hadn't يو؟ الجمله فيها نفي ولا ما فيهاش؟ هتقول لي هاد مش منفي. هقول لك لا منفي. طب منفي ازاي يا عم؟ هو قال لك nothing nothing يبقى كده هاد منفي. يبقى انا هجيب فيها في السؤال المزيل هاد مثبت يبقى هاد يبقى هاد انت يو دي تطلع بره لان اصلا الجمله منفيه يبقى هاد يو. before he died قبل ما هو مات قبل ما هو مات he not his will will دي يعني وصيه to leave انه يترك everything to his daughters يعني هو غير وصيته انه هو يترك كل شيء لبناته. كلمة يغير يعني alter. filter يعني يرشح ويفلتر شيء يعني salt يعني يملح reclaim يعني يستصلح. رقم 6 بتقول لي ايه رقم 6 it is time salaries went up this means that ده معناه ايه؟ بيقول لك ده وقت اللي المرتب بينتهي فيه ده الوقت اللي المرتب ينتهي فيه it is time salaries went up ده معناه ايه بالعربي؟ معناه ده الوقت اصلا اللي المفروض المرتب ينتهي فيه
والمرتب طبعا لسه ما انتهاش، يعني مثلا المرتب بينتهي معانا مثلا يوم 15 ولسه معايا فلوس، فانا بقول ايه ده يوم 15 ده المفروض ان المرتب بينتهي فيه، يعني انا كده وفرت. طيب تعال بقى نشوف المعنى. This time salaries went up، في هذا التوقيت المرتب خلص؟ لا ما خلص، ده انا بقول لك ده الوقت اللي المفروض المرتب يخلص فيه. دي معنى الجملة. salaries went up that time، المرتب خلص في هذا التوقيت، برضو غلط. we think، بنعتقد ان salaries ought to go up، بنعتقد ان المرتب يجب ان يخلص في الوقت ده. بس هو لسه ما خلص، بس المفروض كان يخلص في الوقت ده. salaries went up خلص and it was the right time، وده الوقت الصحيح. لا ده هو ما خلص برضه. my manager، المدير بتاعي seems a bit، بيبدو ايه against woman he treated them bad، طبعا بيبدو biased، متحيز prejudiced. they decided to name، هم صمموا ان هم يسموا الولد على اسم عمته، if it is a girl، لو هي يسموا البيبي على اسم عمته لو طلعت بنت. طيب على اسم يعني افطر، يسمي على اسم يبقى نيم افطر. please not the tv while your father is talking on the phone، يعني من فضلك وطي الصوت او اكتم الصوت لما ابوك يكون بيتحدث في التليفون. طيب ميوت يعني يكتم الصوت، يبقى هي دي كلمة لوت معناها عود اللي بنضرب عليه في الآلة الموسيقية يعني، وفلوت اللي هو المزمار. to boil some water عشان تغلي بعض المية، just fill the kettle، املى بس الكتل، and not it in، خد بالك من حرف الجر ان عشان هو اللي هيعمل اللي هيخليك تختار. لو قلنا تيرن يبقى تيرن اون، يبقى مش نافع تيرن. سويتش يبقى سويتش اون برضه. كونكت يبقى عايزه تو. طب بلاج عايزه ان، يوصل الفيشه. هيز ايديا الفكره بتاعته ساوندد، تبدو. الفعل ساوند من الافعال اللي هو بيجي بعدها صفه. سو اي ديسايدد تو فولو ات اب، انا صممت ان انا اتبعها يعني. يبقى الفكره دي مالها؟ ممتعه او شيقه، هي المسببة للتمتع او الشوك، يبقى انترستنج مثيرة، هي الفكرة دي المسببة للإثارة، ده المسبب بياخد الاي ان جي، واللي وقع عليه السبب او التأثير بياخد الاي دي. I speak French fluently but my mother tongue، لكن اللغة الام بتاعتي is Chinese. The underlined word مين؟ الكلمة اللي تحتها خط اللي هي mother tongue دي معناها ايه؟ معناها native language، اللغة الأصلية بتاعت البلد، ومعناها first language، اللغة الأولى. يبقى كده الإجابة رقم دي. nationality دي معناها جنسية. I once hated flying، أنا بكره الطيران، but now، لكن الان I feel not about it، انا كنت بكرهه لكن دلوقتي انا يعني ايه قللت شوية بقى، بقيت اقل عصبية يعني. يبقى هنا في وجه مقارنة. طالما ما في وجه مقارنة بين الماضي والمضارع يبقى الافضلية تخرج برة، زي least تخرج برة، وزي لسه برضه تخرج برة. اقول اف يو نيرفس ولا لس نيرفس؟ الصفات يا حبيبي لما بتيجي انت تقول صفة ما بتجيبش اف يو، بتجيب لس. تقوي صفة او تضعف صفة بتجيب كلمة لس. which of the following sentences is grammatically correct؟
مين في دول يا باشا؟ مكتوبة صح. It is quite obvious كده غلط. ليه يا باشا؟ لان هو عايز يقول من الواضح تماما. طب تماما كويت الاولانية اللي في رقم ايه دي معناها هادئ. طب في رقم بي كويت معناها خروج او يترك وظيفة. طب في رقم دي جايب حال. وفي رقم سي it is quite obvious that Sarah is lying. ورقم دي it is quietly برضو quietly هادئ بهدوء يعني تخرج بره. يبقى it is quite obvious. quite ظرف وobvious صفة. يبقى كده مظبوط. يبقى رقم سي. وكده نكون خلصنا الامتحان رقم 22 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.